ننتقل إلى ملف آخر من الجريدة، ومنها نقرأ: الحرية والتغيير ترفض التطبيع وروشتة صندوق النقد في برنامج حمدوك. كشفت مصادر مطلعة عن أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية سيجتمع اليوم لمناقشة برنامج رئيس الوزراء للحكومة الجديدة، في وقت ناقش فيه المجلس المركزي للحرية والتغيير برنامج الدكتور عبد الله حمدوك الاقتصادي. وأكدت تمسكها فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي والاجتماعي بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي القومي، وبمحور السلام بتنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكماله بالوصول لاتفاق شامل مع عبد العزيز الحلو. وفيما يختص بالمحور الأمني، تمسك المجلس بضرورة التركيز على إعادة هيكلة وإصلاح الأجهزة الأمنية. وفي محور العلاقات الخارجية، ذكرت المصادر أن الحرية والتغيير أكدت أن ملف التطبيع مع إسرائيل البت فيه إلى حين تكوين المجلس التشريعي مع تجميد كافة الاتفاقيات. أستاذ محمد لطيف، يعني حسب الخبر أن حمدوك سيقدم برنامجه لمجلس الشركاء. نعم. ما هو هذا البرنامج وتوقعاتك يعني في البرنامج الذي سيقدمه؟ البرنامج طبعا بشكل تعترض هو ثلاثة محاور أساسية: هو العلاقات الخارجية بما فيها البعد الإقليمي للسودان والتعقيدات المصاحبة، وموقف السودان المستقل في هذه المسألة، فيه القضية بتاعت البعثة الأممية ودورها في دعم الحكومة في مرحلة الانتقال، لأنه هذا الملف بالنسبة لحمدوك ملف استراتيجي، ينبغي على كل وزير قادم لهذه الحكومة أن يتعامل مع هذا الملف بشكل إيجابي يمكن السودان من الاستفادة من الدعم الأممي القادم. الملف الاقتصادي طبعا معروف مرحل من الفترة السابقة، هذه المرة بالتركيز على تطوير البنى التحتية، جذب مزيد من الاستثمارات، السيطرة على المال العام، خفض الإنفاق الحكومي. ملف التطبيع طبعا يعني أنا خليني أقول لك بصراحة، حمدوك بيجامل بعض القوى السياسية داخل الحرية والتغيير. كيف؟ لأن الحرية والتغيير نفسها هي ما مجمعة على عدم التعاطي مع موضوع التطبيع. هنالك أحزاب سياسية ضد التطبيع، وهنالك أحزاب سياسية ليست مع التطبيع. وأنا أعتقد أنه رئيس الوزراء نفسه كان من الأفضل له بدل الحديث عن المجلس التشريعي أن يتحدث عن استفتاء مباشر. ما الآن مسألة التطبيع دي قضية استراتيجية بتهم أي مواطن سوداني، بل بتهم الأجيال القادمة. والآن أصبحت هناك تحديات كبيرة جدا تحاصر السودان. لا. هو بالضرورة من حقه يبحث عن مخارج وعن موارد حقيقية وعن دعم حقيقي وعن أصدقاء جدد. وبعدين الأهم من كده، يعني أنا الآن أسأل الرافضين للتطبيع في الحرية والتغيير على سبيل المثال، يعني ما زمان الناس كان بيقول لك والله لا، الأمن القومي العربي يقتضي أن لا تطبع مع إسرائيل. الآن يعني الركائز الرئيسية في الأمن القومي العربي لها علاقات مباشرة مع إسرائيل. نعم، يعني الغريب في الأمر أيضا يعني الحرية والتغيير تنتقد البرنامج قبل تقديمه وتتمسك يعني بتوصيات المؤتمر الاقتصادي، ما السبب يعني؟ ما هو ده خلاف ثاني طبعا في الملف الاقتصادي، لانه الحريه والتغيير تعتقد انه كل الوزراء السابقين في القطاع الاقتصادي تبنوا خيار. طبعا هنا حكايه صندوق النقد الدولي دي ما هي طوالي مربوطه بزاويه واحده بس، اللي هي مساله رفع الدعم عن السلع الاستهلاكيه والسلع الغذائيه او المهم السلع الرئيسيه في المجتمع، يعني ده طوالي مربوطه بسياسات البنك والصندوق. صح هذا الربط ام لم يصح، لكن هذه القاعده. إذن اي حكومه تتحدث عن رفع الدعم طوالي تتهم انها هي يعني مطيه او هي بتنفذ برامج الصندوق والنقد الدولي، لانه البرنامج الاقتصادي حقيقه أو مخرجات المطور الاقتصادي على علاته لم يتحدث عن رفع الدعم بأي شكل من الأشكال. طيب عملية السلام مع عبد العزيز الحلو، يعني على هذا الجانب، هل تتوقع أن تمضي للأمام في ظل تمسك عبد العزيز الحلو بالدولة العلمانية؟ هي دي أنا طبعا أفتكر دي عبارة فضفاضة، يعني زي الدولة الإسلامية، يعني زمان نحن محكومين 30 سنة بدولة إسلامية وما في دولة إسلامية. ما في يعني على مستوى السلوك والممارسات،
حتى على مستوى القوانين المطبقة في كثير من الجوانب لم يكن هناك إسلام. يعني الآن أيضا الذين يطالبون بتطبيق الدولة العلمانية، إذا سألتهم ما هي مقومات الدولة العلمانية، أنا أعتقد أنهم لن يجدوا إجابة أفضل من الواقع الآن. يعني الآن السودان يكاد يكون دولة علمانية. يعني ما هي الفرق بين الدولة العلمانية والدولة الدينية أو الدولة العلمانية والدولة الثيوقراطية؟ لأنه الدولة الثيوقراطية بتكون كده مليئة كده بالشعارات الدينية، بغض النظر عنها طبقت أم لم تطبق، لكن الشعارات بتكون فارضة نفسها على المشهد. يعني الأمر تتوقع أن تمضي إلى الأمام، يعني عملية السلام مع عبد العزيز الحلو؟ أنا أتوقع ذلك، خاصة أنه يعني الآن يعني كثير من الأطراف الخارجية أصبحت تتحدث، يعني على سبيل المثال الولايات المتحدة، مجلس الأمن، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، كلها أصبحت تؤكد على قضيتين أساسيتين. القضية الأولى دعم الحكومة الانتقالية في السودان حتى تنجح في برامجها. نعم. اثنين، دعم عملية السلام في السودان. بالتالي أنا أتصور أنه الحلو يعني أزكى من أن يحرق أوراقه في ظل هذا الحصار الدولي. بالتالي هو يعني حيكون حريص على الوصول إلى شكل من أشكال التفاهم مع الحكومة في المرحلة القادمة.